مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نأنس برفقتكم في حلقة جديدة من لست وحدك. مرة أخرى مع الجرحى. لا يمكن أن نتصور مجتمعا محروما من حقه في التداوي. الفقر والفساد الذي ينخر الإدارة يجب أن لا يستمر، ألا يستمر عائقا بين الناس وبين حصولهم على حقهم في العلاج. إذا كانت الحرب قد حرمت الناس من حقوق كثيرة كالأمن وسلامة الجسد وغيرها من الحقوق التي يهدرها المتحاربون، فهل من المعقول أن ينتصر الفساد على المواطن مرتين؟ مرة حين يصادر حقه في سلامة جسده ويتيح للميليشيا مهاجمته في مدنه وقراه، وأخرى حين يحرمه من حقه في الحصول على العلاج. أنين الجرحى يقول لنا بعبارة صريحة أن المجرمين الذين يعيقون حصول الجريح على حقه في العلاج ليسوا أقل سوءا من المجرمين الذين تسببوا في إصابته ابتداء. خدمة الانقلاب والانتماء لعصابات الميليشيا لا يتطلب بندقية بالضرورة، بل يمكن أن يتحول أي موظف حكومي إلى عنصر تابع للميليشيا يعمل على مساعدة الرصاص لاستكمال مهمة القتل ويحول بين الجريح وبين حياته. أم نزار متطوعة أصيبت برصاص قناص بينما كانت في مهمة إنسانية لجلب دواء. قصة أم نزار صورها الزميل مختار شعتل وأعدها للعرض الزميل وديع عطاء. نتابع ثم نعود. في إبريل سنة 2015 إبان الاجتياح المسلح لميليشيا الحوثي والمخلوع لمحافظة لحج. شهدت مدينة الحوطة معارك شرسة بين المقاومة والانقلابيين أسفرت عن ضحايا من المدنيين الأبرياء. أم نزار واحدة من ضحايا المسيرة الدموية للميليشيا الانقلابية. داهمت حمى الضنك جسد طفلتها فغامرت بحياتها لتجلب العلاج لها ولأحد جرحى المقاومة، فبدرها قناص برصاصة استقرت في عمودها الفقري. خارج رحت المستشفى قبل بنتي، كان بنتي مصابة بالحمى شنقت علينا. طبعا زوجي كان مش موجود، كان بصنعاء ذيك الايام. رحت عند اخوها في المدرسه، احنا كنا نازحين بسفين قطنا مسكتك على بال ما راح يجيب علاج ورجع. رحت المستشفى طلبني قناص من الزراعه وانا اشتغل عند الثقافه، اصطبت في ظهري، سعفوني المستشفى اصابات اوليه. خرجت قالت بتجيب الدواء، يعني عمل انساني، في اشتباكات كانت موجود نحن قلنا ارجعي اشتباكات. غمرت لتنقذ حياة غيرها، لكن قناصا عاجلها برصاصة لم تكن تدرك خطورة إصابتها بها. أثناء عملي في مستشفى ابن خلدون كضمن الفريق الميداني للإسعاف الجرحى، وصلت إلينا المصابة الأخت أم نزار بطلقة بالجهة اليسرى من قناص. وقتها لم تكن عندنا الإمكانيات الكافية لتحديد موقع الطلقة بالضبط. تم إجراء لها الإسعاف الأولي وتم تحويلها لمستشفيات متخصصة. تبين لاحقا بعد متابعة الحالة أن الطلقة اخترقها التجويف البطني، ولا زالت الطلقة حتى اللحظة في جسمها في الجهة اليسرى في الجهة العلوية من الكلى. أم لثلاثة أطفال أعيتها الإصابة التي باتت تهدد حياتها وأصبحت عاجزة عن خدمة نفسها، فضلا عن القيام بشؤون منزلها ورعاية أطفالها. بس والله اللي قارني عيالي، بس قارني عيالي في الدنيا، ما الحمد لله ولا بشتي من الدنيا شيء، بس تفرق على وجه عيالي حسن، تفرق على وجه ابني بعمري 11 سنة صباح يخدمني ابني مفروض يلعب يفرح يدرس، بس ما يشيل همي صباح ابني شايل همي غير، ولا اشتي من الدنيا ان ربي يرحم عيالي، بس ولا اشتي شيء غير كذا، ولا اشتي من الدنيا حاجة. تظن أم نزار أنها لم تمنح نفسها الاهتمام المطلوب، لكن ماذا كان في يدها لتفعله لنفسها ولم تفعله؟ وهملت نفسي، مش إنها همال يعني بذات قناعة ورضا، لا غصبا عني محتم. لما بعد ما صفت الدنيا كنت روحي قري قري ولا في أمل من مكان، رحت أطب بلا حدود نفس الكلام، رحت 22 مايو نفس الكلام، رحت بن خلدون نفس الكلام، رحت النقيب ما فيش. سوي ذي المقطعية رنين على قلب فيش.
وراني كمان تشوف الدنيا كيف غالية. احنا ناس الحمد لله، وكان اول مش تأثرني الرصاص زي ما الان، دحين ما عاد اقدر امشي نهائيا. رحت المستشفى من ايام عند دكتور جراح حول لك الشافة، قال الرصاص اخذ في موضع خطير، باقي شوية تدخل فقرة العمود. حولني عند دكتور مخ وعصاب، دكتور جميل مروان حول لي محورية على اساس اذا هي ما فيش اي يعني اذا هو في مكان يشتي حددها مش العملية. وكلتي خربانة، كلتي اليسار ما اقدر بول ولا. مع مرور الوقت تزداد حالة ام نزار سوءا، بل خطورة تهدد حياتها فعلا. بقاء الرصاصة بالقرب من حبلها الشوكي يضاعف ألمها ويهدد حياتها. حاليا مش مستقرة، الدكتور قال شوية تدخل في الفقرة، حسها نار تصف ظهري، أنا رجولي وارمين وظهري ما أقدر أمشي ولا أقدر أجي. الدكتور قال خطر كبير، تحرق قلب أسرع ما يمكن. الحين أسرع ممكن من فين؟ كنت أمشي الآن حاليا لي 6 أيام أو 7 أيام ما أقدر أمشي، شلوني شل إلا الحمام لهنا، لا عاد قدرت مهار ولا أصطادي لعيالي ولا أقدر أسوي أي عمل. أنا دخلت عليها ويحملها زوجها أقسم لك بالله لما الحمام وجابها وعلى دم اللي تشوفه، يعني إنسانة بالشكل ده إيش عاد باغي؟ درجة إنها مرة جيتني عندها بالليل أزورها يسد معنا غليل وتفقد الوعي. تساؤل مر أطلقته والغصة تخنقها، ويكاد الوجع يخرج في كل حرف تقوله عن حالتها وما وصلت إليه. ما حد يحس لك عثم يوقعك، وما حد داري ما يشوفه حد. يعني معك فلوس ما تعالي ده الزمن، مش معك فلوس صبرك صبر صبرك على الله. هذه الأسرة وأمثالها هم مجال عمل المنظمات الدولية للإغاثة، لكن المساعدات المخصصة لهم لم تعرف طريقها إليهم حتى الآن. ظروفها كما دحين، زوج بلا شغل، هي كمان بلا شغل، جهال محتاجين مدارس، محتاجين مصاريف، محتاجين هذا بحد أدنى. محتاجة هي يعني إنسان يوقف جنبها أولا وأخيرا في محنتها في اللي هي فيه. عيالي قالوا لي من السوق أكل السوق، أكلوا جمعيهم أقول أكل السوق أكل السوق، شو لا أقدر أسوي، لا أقدر أتمهر، لا أقدر نجع، لا أقدر أسوي شيء. سمالي مطاريح عيالي، الناس يرحموا عيالي، يغسلوا عيالي، يصبروا العيالي، غير ما في. إذا تقدوا الجهال دونا ما يلاقوش العشاء، يعني ظروفها زايد زايد تعبانة. وأنا أقول هذا الكلام مش لأنها صديقة أو أخت، لأني أنا أجي زورها يعني واصلة تردد عليها وشوف حالتها. حالتهم تعبانة زيادة، وزيد الزوج هو نفسه في بالقلب يعني على قرابع، يعني من الساعة 6 الصباح لما يروح على الظهر هو قونية من لقونية داخل شارع دل لحد القرابع حق الشملان، يعني مشان حق الغداء ولو تغدوا ما يتعشون. عايشين على دبب حق الشملان، لقطوهم يبيعوهم ومصروفهم اليومي، يومك يومك يأكلوا يعني وتمشي حالها بهم. بس شوف انت انسان لما يكون صاحب راتب غدا احيانا ما يقدرش يكفي بيت، ما بالك هي في ظروف هذه. حالتهم صعبه جدا، وانا اقول لك انا حبيت اصحاب المقاومه واستدعيتهم خليتهم يجوا ينفقوا عليها. صعبه جدا من الماديه، ما لا اعمال، مش موظف زوجها وهي مش موظفه، على باب الله عايشين على دبب، يعني من الحوايف من بيوت تعيشوا، يعني حالتهم على بالله. حلقت الهموم من كل اتجاه في سماء هذه الأسرة التي لا حول لها ولا قوة، أسرة محرومة من ضمان حقها في السكن، ومحرومة من ضمان حقها في التداوي. صاحب البيت فوق يعني فوق راس أولادي، إنه أجا أمس صاحب البيت أبو البيت أجا يطالب حق الإيجار، قتل البنت ذكين مدد داخل مشلول، تعال بوريك في به الإيجار 5000 بس من هون دحين شهرين ما يسلموش. البيت اللي هي فيه هذا دحين يهددوهم بالخروج منه عشان ما قدروش يدفعوا الإيجار، يعني بالوضع اللي هي فيه وعدهم يهددوهم انهم يطردوهم منه. كيف تشوف بالله عليك؟ تتسلح أم نزار بإيمان عميق وبثقة في أن الله لا شك سيكون معها. الحمد لله على ما صابني، رجع أقول الحمد لله على ما صابني، الحمد لله حكمة الله علينا كذا قدرها الله، الله كريم
حالتها يوما عن يوم تزداد سوء، فان شاء الله قادر المستطاع تلاقي الذي يعمل لها العمليه هذه ويتكفل بعلاجها. بذلت الاسباب وطرقت كل الابواب، وملفها مضخم بالمذكرات وفواتير العلاج وباجراءات طبيه مطلوبه هي لا تفهمها ولا تملك القدره على دفع فاتورتها. ايوه رحت مكتب الشهاده الجرحى عن الاستاذ حماد سلمان، قال لي جيبي الورق التقرير اولي، على اساس ان انا ودي عند المحافظ ساعدك ان شاء الله. وديته لانه ردوا لي كلام تقريبا اسبوع او شيء، ورحت 22 مايو مكتب الشهاده الجرحى اللي في مده السنه 22 مايو نفس الكلام، قال لي ما نقدر نسوي شيء، لا معانا اي مساعده، نحن نساعد الشهداء بس. طيب الشهيد مات وارتاح الحمد لله، بس احنا الان في وقع، الوقع يقتلني كل يوم اكثر من اول يوم اللي سبق. انا يبول دم، دم صافي انا يبول، حاس بوقع حد. قالوا جيب تقارير جيب هذا، رحت لخور مكسر محل يعني الاقل الجمعيه النرويج مدري ايش، يعني مساعده قتلهم شهيرة استابت برصاصه ودي كامل مسلول دخلت البيت. يعني طالما انتم تساعدوا النازحين وهذا، يعني هي كي نازحه من جزء النازحين. قالوا خلص احنا بنتواصل احنا وانتم، الان روحنا 14 ولا حد وصل لنا. قفلوا زي التلفون الذي كنا نتواصل احنا وهم بفيه. قريت انا معاهم جد نفس الوقت، رحت في واحد قال بيساعدنا احنا بالشيخ مشان نصلح العمليه، رحت لما هناك انا وهم ما فيش فائده. وهي تقري وزوقه وزوقه يروحوا كمان يقري وهذا ما ماشي. يعني حاولنا بقدر ما نستطيع ما فيش. تواجه أم نزار الموت ببطء في ظل تدهور حالتها، ولم يعد لها من رجاء سوى التفاتة من ذي ضمير في الجهات المعنية لوضع حد لأوجاعها ومعاناتها. حالة زي كذا حرام أن أحد يتفرج عليها ويجيب الحالة دي، إنها إنسانة تعبانة وفقيرة جدا محتاجة لأي حد يساعدها، والحالة اللي هي فيها مش بسيطة. ليش تبي بس إني تعالج بس تعالج ولا اشتغلها شيء، ما ناكل نشرب الحمد لله، ناكل نشرب زقيق من النوم ناكل نشرب، اشتي علاج بس، اشتي اي حد من هالخير وهالعون اللي يحبوا انهم يعملوا خير في الدنيا دي، انهم يوقفوا جنب البنت دي يعملوا لها العمليه هذه، يوقفوا جنبها حتى انها توقف على رجولها منشان نفسها اولا ومنشان اولادها، لانها بصراحه محتاجين لها، وهي نفسها كمان بنت صغيره مهما كان. بالمساعدة للبنت هذه أن تقوم مع عياله وزوجه وبيته بس، يعني يعني جهة مختصة من تجار من المهم من أي مكان، أهم شيء أنهم يوفوا يعني بالبنت هذه لأن حالتها تعبانة للنهاية مش قادرة في أي مكان، فين تروح؟ وقبل أن ننهي تصوير هذا الفيلم، رغب ولدها نزار في أن يقول كلمة اخترنا أن نختم بها. سألناه ماذا ستقول فأجاب: ساعدونا يعني يصلحوا لهم العملية والكشافة كل حاجة يعني، وإذا إن شاء الله إذا نجحت العملية إن شاء الله بنبغى ندعي لقناتكم إن شاء الله. من أجل دولة عادلة تقدم خدماتها لكل مواطنيها دون تمييز، يناضل اليمنيون ولا يبخلون بغال أو نفيس في سبيلها. فما الذي يحول بين أجهزة هذه الدولة وبين هذه الحقوق في مناطق إدارتها؟ لماذا تحرم أم نزار وأمثالها من المواطنين البسطاء من حقوقهم؟ نحن نعرف كيمنيين أن القطاع الصحي يعاني كارثة كبيرة بسبب السياسات الفاسدة طيلة عقود مضت، لكننا الآن لا نعيش في الماضي ولا يمكن أن نعبر إلى المستقبل ونحن نعيش مبررات الماضي، كما أن الجرحى لا يطلبون المستحيل، يطلبون فقط قليلا من الدواء مع الشعور بتكافؤ الفرص في الحصول على العلاج وليس أكثر من هذا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نعود بعده لمناقشة هذه القضية مع الناشط الحقوقي أحمد الزوقري، لا تذهبوا بعيدا. مجددا أرحب بكم أعزائي المشاهدين، كما أرحب بضيفي عبر سكايب الناشط الحقوقي أحمد الزوقري. مرحبا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا وشكرا لقيس على هذه الاستضافة حول
قضية الجرحى. حياكم الله. أستاذ أحمد، عرضنا في أكثر من حلقة من برنامجنا هذا قضايا وقصص للجرحى، وسنستمر في عرضها أيضا حتى نحاول الإسهام في علاجهم من خلال اطلاعك كناشط حقوقي على مشكلة الجرحى ومعاناتهم. ما حجم هذه المشكلة حسب تقديرك؟ شكرا على إثارة هذا الملف الذي يعتبر من الملفات في حرب اليمن. طبعا أنا كناشط حقوقي فرئيس منظمة حقوقي الديمقراطي المعاصر، قمت بمجهود يعني فردي زيارات و عدد كبير من الجرحى في ضرورة، في الرياض، في جدة، في أيضا متابعة حالات الجرحى في كثير من المحافظات ومن ضمنها عدن والضالع وتعز وكثير. يعني لاحظ أن الملف هذا شائك جدا ولم يتم معالجته من الأساس. لم يتم اللي هو إخلاء الجرحى بطريقة مدروسة، بطريقة وفق المعايير الحروب الدولية أو المحلية أو الإقليمية. لا يوجد أي إلى الآن الجرحى في أي منطقة، سواء في عدن أو في تعز أو في المناطق التي عانت من الحرب ومن ويلات الحرب. وهذه الإشكالية الأساسية. أيضا تعدد اللجان الخاصة بالجرحى إلى الآن، يعني عملوا أكثر من 4 لجان وزارية خاصة بالجرحى ولم تنجح أي لجنة أو وزارية أسست لهذا المجال في مجال عملها، لأن أساس العمل خربان من البداية، اللي هو لا يوجد إخلال الجرحى، وبالتالي تكون نتائج طبيعية أنها الفشل الذريع. ورغم الإمكانيات الضخمة التي قدمت في هذا المجال، إلا أن إما إهدارها بطريقة عشوائية، بطريقة قلنا تعدد اللجان هي التي أهدرت الأموال الطائلة التي حددت لذلك. أنت استبقت سؤالي التالي، وهو من خلال اطلاعنا أن المشكلة ليست في التمويل على الإطلاق. دائما هنالك حديث عن مشاكل إدارية تكتنف هذا الملف وتزيد الأمور تعقيدا. هل لك أن تجمل لنا أيضا إضافة إلى تعدد اللجان تفاصيل أخرى حول الإشكالية في هذا الجانب؟ كثير. الإشكالية الأولى والرئيسية اللي هو الفساد والإفساد المستشري داخل برضه الحكومة نفسها، لا يوجد جدية إذا معالجة، وبالتالي اللجان هي لجنة مسقطة للفساد، والإفساد يتم إشهارها بطريقة عشوائية وطريقة غير مدروسة، وبالتالي هذا نتائج طبيعية. أيضا بسبب عدد يعني العدد الكبير والهائل للجرحى، إذا كان في عدن أكثر من 14,000، إذا كان في تعز 13,000، يعني عشرات الآلاف يعني خلال سنة محرر، وبالتالي بحاجة إلى إمكانيات ضخمة. أيضا المستشفيات المحلية في البلاد نفسها وعدم وجود مستشفيات ميدانية، هذا من ضمن الإشكاليات. عدم وجود اللي هو فرصة يعني أيضا كان أساسا البنية التحتية المستشفيات وكل المحافظات الجمهورية لم يؤسس عفاش للبلد أي خدمات أو أي شيء اللي هو المستقبل، وبالتالي هذا نتائج طبيعية. كل ما يتم الآن مراعاة الجرحى اللي هو تقوم بمنظمة أطباء بلا حدود الدولية بوسائلها ذات المعايير المحترمة التي قد يعني عملت واجبها في كثير من المحافظات، يعني رغم الصعوبات والعراقيل التي واجهتها. لماذا لم تستنسخ أستاذ أحمد، لماذا لم تستنسخ تجربة أطباء بلا حدود إذا كانت كما تقول الآن أنها تجربة تعتبر الأفضل ميدانيا؟ لماذا لا تستنسخ لتجارب أخرى تخفف الضغط على الجميع من الجرحى، من أعداد الجرحى المهولة وغير ذلك؟ منظمة أطباء بلا حدود رغم عملها الإنسان التي قامت به كثير من المحافظات، من ضمنها محافظة الضالع وفي عدن وأنا أعتقد في تعز في كثير من المحافظات، إلا أن تحارب من قبل السلطات نفسها، السلطات الفاسدة، لأن عملها بشفافية وعملها بإنسانية جلب الكثير من المنغصات على الفاسدين والبزدة وقطع أرزاقهم، يعني يعتبر أن قطعة رزق، لأن ملفات الجرحى للمتاجرة والإثراء غير المشروع، وبالتالي عمل أطباء بلا حدود الإنسان قد أوقف هذا النزيف من الأموال والطائلة التي يتم ضخها سواء من البلدان الشقيقة والصديقة أو
من الحكومة نفسها لهذه الإمكانيات. ما تطرحه أستاذ أحمد مسألة يجب التوقف عندها كثيرا، أن يتم الاسترساك من دماء الجرحى الذين ضحوا والذين استهدفوا أيضا من الأبرياء وكذلك من المقاومين، ويجب النظر في هذا الملف بشكل أكبر. لكن ما هي المشكلة ألا تتولى وزارة الصحة كجهة واحدة حكومية هذا الملف؟ ألو؟ نعم أسمعك، هل سمعت السؤال؟ أيوة نعم والله مش مشكلة أنا قطع أيوة. كنت أسألك لماذا لم تتولى أو لا تتولى وزارة الصحة هذا الملف بشكل إجمالي وكجهة واحدة حكومية ومعتمدة، وبالتالي تسأل هي عن أي تقصير في هذا الجانب؟ بالنسبة لوزارة الصحة أنا أقول فاقد الشيء لا يعطيه، ولا يمكن لك إصلاح مؤسسة أو مرفق حكومي بهذه السرعة القياسية، بالتالي بحاجة إلى تضافر كل جهود المجتمع والوزارة الصحة على رأسها، وأيضا منظمة المجتمع المدني ومنظمة أطباء بلا حدود يكون فريق عمل واحد من أجل يعني الإسراع العاجل الآن، لأن كثير من مشاكل المآسي الآن والإعاقات المستديمة يعني المواطن سواء اللي كان في جبهة أو اللي كان في منزلة أو الذي دمر بيته أو الذي قصف وقتل عشوائيا أو جرح عشوائيا. نعم. وبالتالي بحاجة لإضافة كل الأشكال هذه. وزارة الصحة أنا أعتقد الآن لها خطة خمسية من أجل إظهار لجنة واحدة اللي هو تعمل بشفافية أو لا فساد، ولكن هناك جمعيات هناك صناديق خاصة أيضا قد انشأت منذ لجنة اللي هو جرحى 11 فبراير اللي هو ثورة الشبابية إلى الآن حتى الآن لم يتم معالجتهم، وبالتالي أجاء من مرحلة يعني ساءت أوضاع الجرحى، والآن عشرات الآلاف يجب أن يتم معالجة اللي هو من جهات مسؤولة ذات علاقة بالتعاون مع منظمات دولية ومنظمات محلية. يعني تقصد أن يتم إضافة الصندوق لرعاية جرحى ثورة 11 فبراير في المسألة أيضا؟ ضروري ضروري كل الجهات اللي لها علاقة بالجرحى أن تشارك وتساهم في هذه المرحلة الحساسة، لأن إغفال هذه المنظمات والجمعيات والصناديق اللي هو التي كانت لها نواه للعمل الحقوقي والمدني والجانب الإنساني يجب أن تشارك، وبالتالي احتكار هذا المجال على جهة أو طرف معين يعني هو الفساد بعينه. لكن يا أستاذ بدأت تحلل أو توصف المشكلة بأنها تعدد الجهات 4 أو 5 لجان كما قلت، والآن تطالب بالتعدد أيضا، يعني ألا أليس من الأفضل أن يكون للجرحى يعني جهة واحدة ترعى كل شيء؟ فعلا فعلا لجنة واحدة، لكن أنا أقول لك الجهة الحكومية نفسها عملت 4 لجان، يعني غيرتها خلال سنة 4 لجان، لجنة بعد لجنة بعد لجنة، يعني دليل على أن ما فيش استقرار، وبالتالي عملية معالجة الجرحى لا تطلب اللي هو تغيير مستمر، وهي نفس التغيير نفس المياه الراكدة، بالتالي بحاجة إلى الجهات وأن تكون في مصب واحد اللي هو أيضا رصيد مالي واحد أو آلية واحدة أو ضوابط محددة ومعايير محددة من خلال إخلاء الجرحى. إلى الآن لم يتم إخلاء الجرحى، إلى الآن لم تتم عملية إخلاء الجرحى في أي محافظة من محافظات البلاد. نعم، إذن أنت تطالب بتوحيد الآلية للتعامل مع الجرحى من إخلائهم إلى استكمال علاجهم. الناشط الحقوقي أحمد الزوقري كنت معنا، شكرا جزيلا لك. سنعرض قضايا أخرى في الحلقات القادمة ونستمر في تناول قضايا الجرحى بشكل خاص، ما بقي هنالك جريح واحد محروم من حقه في العلاج. قبل أن نودعكم نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. أم نزار تمرست في أمان الله.